قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لمحمد ونتعرف منه على آخر أخبار الطقس، وكمان ياخدنا في جولة مرورية في عدد من المدن. يا محمد صباح الخير. صباح الفل عليك يا شاذلي، وصباح الخير على حضراتكم في كل مكان. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونشوف كده شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. نبدأ جولتنا بالمعتاد من محافظة القاهرة، وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة، اللي بيشهد حاليا كثافات نسبية في شوارع متفرقة، في شوارع تانية هنلاقي فيها بعض السيولة المرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي كثافة نسبية بداية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. بتشهد مناطق متفرقة من كورنيش النيل ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه الآخر المؤدي للمعادي وحلوان فيشهد ازدحام نسبي. نروح مع حضراتكم لكوبري أكتوبر، هنلاقي هناك كثافات مرورية متحركة بتفضل مستمرة معانا لحد العباسية، هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي فيه سيولة مرورية. لو رحنا مع حضراتكم دلوقتي لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة، وبتظهر بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر لوسط المدينة. بيشهد شارع بورسعيد من نزلة 6 أكتوبر تحديدا حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية. ننتقل من القاهرة لمحافظة الجيزة، ونبدأ مع حضراتكم من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات من الطريق الدائري، كمان بدأت تتكون دلوقتي كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم لميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، ويفضل للمتجه للمهندسين أنه ياخد محور المهندس شريف إسماعيل ومنه إلى عرابي حتى سفنكس، وبكده هيتفادى أي كثافات مرورية. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. لو رحنا لطريق المريوطية مع حضراتكم، الطريق المريوطية الدائري فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية، كمان هنلاقي كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر بعض الكثافات البسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة، أما محور صفت اللبن فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان بتظهر كثافات متحركة في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات كمان بنلاقيها أمام كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وبتظهر كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وصولا لميدان النهضة لمناطق تانية زي بولاق ومبابة. وبناخد بالنا أنه شوارع أو كل شوارع الجيزة والمحاور الرئيسية ناخد بالنا كويس جدا انها مراقبه بكاميرات المرور، عشان كده لازم نلتزم بالسرعات المقرره، نلتزم كمان بربط الاحزمه وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح مع حضراتكم لمحافظه القليوبيه، لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر، عشان مفيش اي كثافات مروريه في هذا الطريق، ومنه بتصل الطريق الدائري ومحور الفريق العصار. لكن اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المروريه في طريق اسكندريه الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن كثافات اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري. هنكمل جولتنا مع حضراتكم المرورية ونروح لمحافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب شوارع المحافظة، في بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نصل لشارع 23 يوليو. لسه مع حضراتكم في محافظة بورسعيد نروح للطريق الأشهر في المحافظة، طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية في بعض الكثافات المرورية مكملة معانا لحد آخر الشارع. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء،
درجة الحرارة العظمى في القاهرة 36 وأقل درجة في مطروح 31. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتصل إلى الأمطار الرعدية في حد السيول في مناطق زي حلايب وشلاتين وأبو سمبل. أسوان العظمى فيها 45 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.